ننتقل لمادتنا التالية وعم نشوف بالآونة الأخيرة الأعمال اليدوية قديش عم تكون اتجاه لكل السيدات والصبايا، وعم نشوف فعلا مشاريع جميلة وخاصة، وعم نشوف كمان بالآونة الأخيرة إعادة تدوير من خلالها عم تعمل للصبية أو الست لوحة فنية أو أشياء عم تحتاجها بالبيت مشان ما تتكلف كتير، وبنفس الوقت بتعطي لمسة فنية وجمالية لبيتها. مشروع الخاص للسيدة رجاء إدريس رح نحكي عنه أكثر ضمن رحلتنا اليوم. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي. اهلا فيكي، يسعد صباحكم. اهلا حبيبتي، اهلا وسهلا فيكي. بالبدايه خلينا نبلش مع اعاده التدوير، ايمت حضرتك بداتي؟ هلا بنعرف فن اعاده التدوير هو فن قديم كثير، من طبعا ستاتنا واجدادنا كانوا يشتغلوا، ولكن ايمت بلشتي تاخذي خطك الخاص باعاده التدوير؟ نحن بلشنا، انا كنت بكورال، كان معنا الدكتوره سحار، هي كثير عندها هيك شغف بهالاشياء، قال انه بتشتغلي معنا كذا، نحن عم نعمل تدوير وبلشنا، صرنا يمكن شيء 8 سنين هيك، وبعدين صرنا نعمل شراشف، صرنا نعمل، وصار عندنا شغف يعني حب لهالشغله كثير كثير، يعني منلحق امتى يجي السبت، نحن كل سبت بنجتمع بالمركز الثقافي بمشروع دمر، انه كل وحده بدها تفرجي الثانيه انه شو هي عامله. وبعدين بلشنا، خلصنا من هيدول رحنا هلا لحروفيات، ما بعرف اذا هو صارت كل صارت كل صبيه تكتب حرف، وعملنا منه غطا كثير كثير حلو رائع، يعني كثير كانت شغله حلوه، واجتمعنا يعني كثير كنا مبسوطين فيه. هلا الشغف واضح، يعني عم تقولي يمكن صار مش بس شغل بتشتغلوه، في شغف لهيدا العمل، عم نشوف القطع فعلا لوحه هلا هيك بالمقلوب، هي نفتلها هيك الوان كثير حلوه، أيوة. يعني بتطلعي فيها انه ما بتصدقي انه هي اعاده تدوير، يعني من انه اشياء ما بدك اياها او اقمشه ما بدك اياها. صح، يعني من لا شيء بتعملي اشياء كثير حلوه، عرفتي؟ يعني انت هلا مثلا بشوف انا هلا ماشي فورا انه بيخطر بدي اعملها هيك، هذه لوحه زنجيه بتتعلق وجه زنجيه، هذه ماش مع تطريز اسمها حب تحت المطر، انا هيك سميتها. حلوه كثير، مناسبه لهذا الجو هلا. مناسبه لهالجو، شمسيه وثلج ومطر، وهي زنجيه، وهي لوحه كبيره، شوفي هون شو حاطين، ضايفين هون صوف. هلا فينا نرفعها هيك، هي لوحه كبيره، خلينا نشوفها هيك. شوفي تمام، هيدا كوخ بالغابه. حلو، شايفه؟ هي كلها ضايفة عليه، بس ضايفة عليه هيدا صوف، هذا صوف الشجر، هذا هي خليني اقول شيء خاص فيكي بس مش جديده. ايه انا يعني هيدا من عندي، يعني بضيف لها. انت شو ما بتحبي، بتحبي تضيفي شك، بتحبي تضيفي صوف، خيطان، اي اشياء، يعني كله هيدا ذوق انت من عندك مثلا. صحيح. عرفتي؟ هلا نحن بقولوا انه كبرنا مثلا، صار عمرنا 60 70، انه خلص عدو، ما بقى تتحركوا بالبيت، كبرتوا. بالعكس انا بحس انه هيدا هلا بدايه عمر الواحد، عرفتي؟ انه يتعلم شيء، انه يعطي. نحن هلا بلشنا، قعدنا بالبيت اوكي، ما معناها تركنا الوظيفه انه خلص ما عاد في شيء، انه ما عاد في شغل، لا، الوظيفه غير العمل. صحيح. غير العمل، فيكي انت تجيبي وتشتغلي ببيتك الاشياء اللي بتحبيها. هي كنا من قبل الهواء كنت عم تقولي لنا هي عملتيها لعيد الحب. هي طبعا كيس مخده، ايه، لكل يلي عم بيشوفنا هي من هون. طبعا انت تركتيها حره مشان بس تختار الحجم اللي بدها اياه او شيء، بعدين بتتسكر. ايه اللي بده، يعني انا مثلا بدي اهديهم، بدي شيء، عرفتي؟ انه بصيروا حمل علي هيك، كل وحده بتحط مثل ما بدها. كمان دخلتي للخيطان، وحتى الخامه اللي مختارتيها هي يمكن قطعه قديمه عندك وانت عملتيها مخده. ايه كانت هي مخده كبيره، قصيتهم تنتين، لسه في وحده مثلها. عملتي منها تنتين؟ ايه عملت منها تنتين وطرزتهم، هيدا تطريز. مو ماش مع التطريز، عرفتي؟ يعني فيكي انت تضيفي للقطعه انت وذوقك. صحيح. يعني الاشياء اللي بتحبيها. ونحن لما نقول اشياء قديمه يعني بتلاقي العالم بتروح انه الشيء قديم معتق، ما كمان ما له منه فايده، بس نحن عم نشوف قطع مرتبه ثقيله، عم تحسيها فعلا لوحه فنيه وجديده، وبدها شغل وصبر. يعني قبل كان اعاده التدوير من زمان كثير دارج، بتلاقي هلا ما كثير عم يتوجهوا بالاونه الاخيره، لا اكثر صارت العالم عم تحب تشتغل إعادة تدوير لتعمل ببيتها زينة خاصة، وبنفس الوقت بتهون بتخف التكاليف، يعني صارت الأشياء كتير مكلفة ضمن الأوضاع الاقتصادية. صح، حتى هي جزئية قديش مهمة اليوم ضمن إعادة تدوير الأشياء.
يعني هذا بالنسبة لنا كلنا مثل ما عم تقول أنت الحياة صارت غالية. مثلا بدي أقدم هدية صرت بحمل هم أني بدي روح أشتري الهدية نقلت 50,000. لا أنا بعمل هالقطعة وبكون مبسوطة فيها 50,000 هالقدة ما بتعبي العين يعني بتستحي تاخديها معك، بينما أنت بتشتغلي شغلة من شغلة من شغلك يعني بطير عقلك فيها وبتروحي بتهديها وأنت مبسوطة. يعني عداكي عن التكلفة وعداكي عن التكلفة تعبك تعبك، عرفتي انه اللي بحس بتعبك بتنبسطي انت، يعني هيدا كله متعب. مثلا شوفي هاي البلوزه، هاي ساده كانت هاي بلوزه انا حبيت اني اعمل لها حركه هيك شوي هلا يعني. غيرتيها كليا ايه؟ يعني هلا كلها كانت بلوزة ساده صار في بلوزه جديده. ايوه شايفه منظر يعني تماما. طيب حطيتيها حياه، يعني فينا نقول انه اعطيتي للقطعه حياه، انه تغيرت ما بقى حدا بيعرفها انه نفسها، عرفتي. هلا انت كانه عملتيها على مرحلتين، يعني عامله القطع مجمعتيهم بعدين مخيطيهم على البلوزه. ايه طبعا ايه بخيطهم، بس القطع الصغيره لا بثبتها معهم. القطع الصغيره بتثبت لو بعدين بتبلشي تثبتيها حتى ما تاخذ وتعطي معي، عرفتي. طيب خلينا نحكي اليوم يعني سيدات صرنا عم نشوف اعاده تدوير صار موجود كثير، وهذا شيء كتير حلو. يعني احنا بننبسط كل مرة نطلع سيدة وتجربتها الخاصة. خلينا نحكي عن تجربتك المشتركة، يعني اليوم وجودك مع عدد من السيدات، مشاركتك بمعارض مختلفة او حتى عرضك لمنتجاتك على مواقع التواصل الاجتماعي، قد ايه صرتي تلاقي انه تجارب ايضا هي عم تغنيكي بنفس الوقت، عم تاخدي احيانا افكار تماسك مع الناس المباشر باي معرض، قد ايه بتشوفي؟ يعني أنا المعارض هي كتير كتير إنه عم تفيدنا، عرفتي؟ كتير عم تفيدنا وقت عم يضوا علينا بالمعرض الكل، يعني في ناس بيبيعوا في ناس ما بيبيعوا، بس عم يستفادوا كتير من هالمرحلة. يعني وقت بيضوا علينا كتير أنا بنبسط. وعملنا كذا معرض نحن بالمركز الثقافي بأبو رمانة، عملنا وكان في إقبال ويجوا يعني ويشتروا. ردة فعل الناس كيف عم تكون لما تشوف هيك قطعة لأول مرة؟ كتير يعني بكونوا بطير عقلهم، وهن القطع مو غالية كتير يعني عم يبيعوا، عرفتي؟ هي يعني أهم شيء يعني تناول الجميع. أيوة إنه يقدر الكل يعني يدفع حقه. يعني مثلا انا مرفيقتي مره اشتريت عجبني شغله، معني انا بشتغل مثلها بس عجبني مخدتين حلو بتشجعوا بعض. ايه يعني بنشجع بعض، عرفتي انه لو ما اشترى غيرنا، بس احيانا ما حدا بيشتري، بيشتروا هن بين بعض الجروب تبعنا. ايه بنشتري من بعض انه يعني خلاص خلينا يعني نساعد بعض، لانه في ناس بحاجه عن جد. يعني هلا انا قليلي بيعي، لا ما ببيع لا ما بحب، يعني بحب احتفظ بالقطعه لنفسي ولبيتي لاني بعرف قديش تعبت فيها، عرفتي. لا بحب خليها عندي بعلقهم بالبيت يعني. حلو كمان يمكن وانت جاي كنت عم تقولي انه انا لبست لكم هالفستان مخصوص لانه كمان اعاده تدوير. ايه يعني هو اعاده التدوير ما بس لوحات، نحن هلا بدنا نتجه للوحات، عرفتي، بدنا نعمل كله بيوت دمشقيه قديمه، بس ما هو كله باللوحات وبالاغطيه وبكذا. لا لا مثلا انا عندي هيدا كان ساده، رح اوقف وفرجيكم اياه. يلا شايفه ساده هذا كان بلا الفرو، هلا دارج الفرو كثير جدا كثير دارج. انا ضفت له هيدول شايفه، ضفت له اعطاه حركه كثير حلوه بتي ستايل. ايه يعني واخر موضه يعني صار، عرفتي، وبتكلفه كثير كثير بسيطه. يعني ما اذا بدك تشتري بدك تحطي حقه بلاوي. ليش؟ لانه موضه، لانه في فرو، لانه الفرو. ايوه والفرو موضه صار لانه موضه كثير بدك تحطي كثير بقى. لا انا شفت عندي قطعه فرو ضفت لها اياها وطلع يعني اخر موضه معي صحيح. وانا لبسته اصلا يعني اليوم، عرفتي. يعطيك العافيه. الله يعطيكي الف عافيه ست رجاء ادريس، بتمنى لك التوفيق بمشروعك. شكرا. وفعلا شغلك كثير حلو، ويا رب هيك تتم هي الضحكه الحلوه مرسومه على وجهك ونوره وجهك. شكرا كثير لك. شكرا شكرا لكم حبيبتي، شكرا لكم انه دائما عم تتذكرونا وعم تضووا على اعمالنا وعم تفيدونا كثير بهالاشياء. ممنونيتكم. شكرا كثير. شكرا لك. اهلا.